نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بل أضحى يعني الضحية لا يسمى ضحية، يعني تكون للأب مثلا إذا كان متوفي خاصة مثلا. هذا ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا على سبيل الاستقلال. نعم.